الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الإحسان في كل شيء. ثم أما بعد، يتساءل بعض الناس عن حالة عدم الإتقان المنتشرة في كل شيء. الصانع بيصنع صناعة من غير إتقان، والزارع والعامل والكبير والصغير في المطعم، في الشارع، في السواقة، في الطريق، في التعامل، في حالة غياب للإتقان. ناس بيسألوا إيه غياب الإتقان ده؟ أجيب الصنايعي المسلم من المسجد والآن غشيلي في البضاعة، أو غشيلي في الشغل اللي اشتغله، أو عمل لي شغل غير الشغل المطلوب، وأجيب واحد أظن أنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح يعمل لي مقاولة ولا يعمل لي شغلانة ويزور لي في المواصفات ولا في المكونات ولا في المنتج اللي عمله ده. في التعامل حدث ولا حرج، عدم إتقان عجيب، لغاية ما بقينا حتى لما نجيب بضاعة بنسأل هو اوعى تكون من صناعتنا، اوعى تكون من صناعة المسلمين، لأن صناعتنا ما عادتش متقنة. لا بتطمنوا، أصلا مش من صناعتنا، ده احنا مستوردينها من اليابان، ده احنا مستوردينها من أمريكا، لا مش مسلمة، وبقت صناعتنا الأصل فيها انها مش متقنة. يا ريت حتى على الصناعة، ده تعاملنا، ده أكلنا. تروح تاكل في مطعم بعد تأكل لك فيه سنة ولا حاجة، والآخر تقول لا بعمل سندوتشات من لحم حمير ولا قطط ولا كلاب، والآخر ممكن يطلع لك حد يقول لك يجوز يجوز، مشكلة مش في النجوز يعني. وفي سيارتك لما تيجي تصلحها، وفي بيتك لما تيجي تبنيه، وأي حاجة بقت الواحد بيسلم على الناس ويعد صوابعه في حالة عدم إتقان. حتى في العبادة، الناس اللي بتصلي وتصوم يخش الصلاة وكأنه شغال على الكهرباء، طالع نازل طالع نازل وخلص، رايح يعلم صح وغلط. فين الصلاة دي؟ اللي بيصوم بيعد رمضان بالساعات، أول لسه طالعين من فجر أول يوم يقول لك بقى 29 يوم وإيه؟ عايز يخلص. في الحج الناس كلها ما تخلص، عيب ضخم عايزة تخلص منه. لا وكمان في ناس بقى، الناس الأمهات دي اللي عايزين يعلموا انه راح الحج بس، فتلقاها راح بالطيارة مخصوص إلى عرفة يوم عرفة الصبح، وتلقاه يوم الجمعة الصبح روح بلده، فأجر ناس ترمي وناس تقيم في مكة، ومش لو هي حكاية هدي وبتاع. هي العبادات دي في الزكاة نفس الكلام، في الصيام نفس الكلام، في التعاملات، حتى في علاقاتنا مع أولادنا، حتى في أكلنا مش عارفين نتقن، في لبسنا مش عارفين نتقن، في حياتنا، في سعادتنا. غياب الإتقان بمعناه الإحسان ظاهرة في المجتمع المسلم، حتى في حبنا مش عارفين نتقنه. إيه الحكاية؟ هل إحنا كده في مشكلة حقيقية بالفعل؟ هل القرآن عالج المشكلة دي؟ هل في قانون بيضبط حركة الإتقان دي ويرجعنا مرة أخرى مسلمين في كل حاجة، محسنين في كل حاجة، متقنين في كل حاجة؟ يا ريت يكون في قانون تقولوا لنا عليه. نعم، زي ما بنقول كل مرة، في قانون مخلفينه، في نظام احنا مخلفينه، في ضبط بوصلة محتاجين نرجع له. كل اللي انت بتقول عليه ده واللي انت بتقولي عليه ده موجود بالفعل، بس موجود لان احنا خلفنا القانون. ايه هو القانون القرآني؟ القانون القرآني من ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه اعطى بنفسه النموذج القدوة، فهو يتقن كل شيء. الذي أتقن كل شيء خلقه، الله أتقن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله خلقكم وأحسن صوركم، سبحانه وتعالى أتقن كل شيء خلقه. فالملك سبحانه أتقن كل، بديع السماوات والأرض،
وأمرنا أن ننظر في خلقه وأن ننظر في السماء، هل نرى من تفاوت؟ هل نرى من شقوق؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وأرى عظمة الله وإتقان الله في كل شيء. ثم المادة الثانية في القانون، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإحسان أمرا، فالإحسان ليس نافلة، الإحسان فريضة شرعية، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان إحنا خدناها فقط إنك أنت تحسن للفقير، وده مطلوب جدا، وده من الإحسان من الإتقان، لكن الإحسان بمعناه العام الإتقان في كل شيء. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويجي حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بقى النموذج ويفسر لنا القانون ويقول لنا تمشوا إزاي في كل حاجة، يقول لنا إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. حتى وانت بتذبح الدابة أو الأنعام أو حتى الدجاج بيقول لك أحسن، حتى في هذه أحسنوا حتى مع الدواب والحيوانات. الإحسان منهجية إسلامية، إحنا بالوضع ده لأن إحنا خلفنا القانون بتاع ربنا وأحسنوا. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فلما نسيب القوانين دي إن ربنا سبحانه وتعالى أحسن وأتقن، وإن ربنا يحب المحسنين سبحانه وتعالى، وإن الإحسان واجب شرعي علينا يأمر بالعدل والإحسان، لأن عدم الإحسان ظلم، ظلم للنفس وظلم للغير وظلم للمجتمع، واللي احنا بنحصده دلوقتي بسبب ان احنا لم نقم هذا الواجب، ظلمنا انفسنا، فاصبحت حياتنا كلها بلا طعم، حياتنا كلها خاليه من الاتقان في التعامل، في العباده، في السلوك، في الاخلاق، في الاكل، في الشرب، في اللبس، بين حاجه عجيبه. مخالفه القانون. ومن هنا لو احنا عايزين نرجع الى الحياه الطيبه، إلى المسلم اللي له قيمة، المسلم اللي مؤثر، المسلم اللي قدوة، المسلم اللي بيحمل رسالة الإسلام، رسالة القرآن، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم ده مش هو اللي في الشارع، مش هو أنا وأنت والناس الموجودة، المسلم ده المواصفات مخصوصة، المسلم ده لما تحقق بالإحسان بمعناه الإتقان، اتعلم. اتعلم إن الإحسان يجلب معية الله تعالى. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن الله مع المحسنين. وأحسنوا إن الله مع المحسنين. لما تستشعر معية الله تعالى، المتقن اللي بيتقن عمله ده ما يقعدش يحسبها، وهو بيتقنه يعرف إن ربنا معاه. وانت بتتقن شغلك في اي حتة انت فيها ما تبصش للناس، صاحب الشغل موجود، الناس هيعرفوا الحركة اللي انا عملتها دي، الناس هيكتشفوا ده، انسى الكلام ده، خليك في اللي احسن منها، إن الله مع المحسنين. ثم ان ربنا عطانا ضمان، في ضمان، لان احنا اصلا لما بنختبر في الدنيا هذه مش بنختبر في الاعمال. قال تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم، مش بيبلوكم مين الافضل مين الاوحش، لا، مش مين الاسوأ، لا، مش مين الحسن، لا، مين، ليبلوكم ايكم احسن اتقن. وربنا لا يقبل إلا الأتقن، إلا الأحسن. وبالتالي اللي أحسن العمل يطمن، اللي أتقن العمل يطمن. ليه؟ في شهادة ضمان من المولى سبحانه وتعالى، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأنت أحسن عمل وسيبها لربنا، إن الله لا يضيع أجر عامل منكم من ذكر أو أنثى، لا يضيعه. من أتقن يطمئن لقبول العمل من الله سبحانه وتعالى، عدم إضاعة العمل. فمهمتنا الإجادة، الأخذ بكل الوسائل والأساليب، وأن نراعي المولى سبحانه وتعالى. فالله مع المحسنين، والله يحب المحسنين، يحب، الله يحب الإتقان، يحب الصدق في العمل، يحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد المحترف. مش إحنا بنعالف كل حاجة، لا، ربنا بيحب العبد المحترف، المحترف في بيعه، في شرائه، في صنعته، اللي ايده دي يعني بتعرف تحترف وتطلع وتنجز وتطلع حاجه جميله ومتقنه والناس بتحبها، ربنا بيحبه.
الحكاية مش مكسب فقط، محبة الله. ولما ربنا يحبه بيلقي محبته في قلوب الناس، يبقى يقول لك والله تلقى محل فاتح كده أو صنايعي فاتح كده، الناس كلها بتجيله، واللي جنبيه زي ما حدش بيقول السلام عليكم. لما بيتقن ربنا بيحبه، ولما ربنا بيحبه بيحبب الناس فيه. لما بيتقن ربنا بيكون معاه، ولما ربنا يكون معاه بيبارك له في أولاده وفي ماله وفي كسبه وفي كل حاجة. ده لما يتقن ويحسن ربنا بيرضى عنه. يقول تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك جزاء المحسنين. ذلك جزاء المحسنين اللي أتقنوا في عبادة ربنا وأتقنوا في واجب الإعمار في الأرض وقاموا بواجبهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن رضوان ربنا، رحمة الله، الرحمة بتاع ربنا، الرحمة بتاع ربنا عايز تدور عليها، عجيبة جدا والله، عجيبة جدا سبحان الله. ربنا قال لكم الرحمة دي فين؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة لا قريبة، أقرب الناس إلى الرحمة دي الذين أحسنوا، الذين أحسنوا للناس وأحسنوا لأنفسهم، أتقنوا التعامل والمعاملات والإحسان إلى الخلق، فكانت المثوبة أن الله سبحانه وتعالى يرحمهم. اللي بيحسنوا ربنا بيبقي ذكرهم في الدنيا وفي الآخرة، ربنا بيرفع مقامهم. سلام على إلياسين إن كذلك نجزي المحسنين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. السلام، طمأنينة، حسن الذكر، بقاء الذكر مرهون بالإحسان. وبالتالي الله تعالى يبشر المحسنين، يبشرهم بالخير، يبشرهم بالرضوان، يبشرهم بالمغفرة، بل يجازيهم سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كلما أحسنت كلما أحسن الله إليك. الجنة أعدها الله المحسنين. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. إذن الإتقان في كل شيء يخلي الإنسان في المعية مع الله وفي محبة الله وفي رضوان الله وفي ضمان الله سبحانه وتعالى وفي البشارة من الله تعالى وفي رفع الذكر وبقاء الذكر مع الله سبحانه وتعالى وبالجنة من الله تعالى وجزاء الحسنى في الدنيا والآخرة من الله سبحانه وتعالى. اللي اختاروا قانون الإحسان تلقوا محسنين في كل حاجة. دفعهم بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قولهم أحسن: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن وقولوا للناس حسنى. دفعهم، جدالهم، حتى الجدال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ده حتى طعامهم. أهل الكهف لما أقاموا من نومة طويلة جدا وأرادوا أن يأكلوا، قالوا إيه؟ ابعثوا أحدكم بوادقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى أحل، أزكى أطهر، أزكى أجمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن ما يكون من الثياب صلى الله عليه وسلم. فالمسلم جميل، متقن في لبسه، في أكله، في كلامه، في تعبيره، في سكنه، حياته جميلة متقنة. لكن اللي أعطوا ظهرهم لقانون الإحسان واشتغلوا بدماغهم واشتغلوا بهواهم، إيه وضعهم في القرآن؟ كذابين. أكيد مش مقصودش أنت اللي قاعد تسمعني، لكن أقصد اللي لم يلتزم بقانون الإحسان. اللي لم يلتزم بقانون الإحسان كذبوا. يقول تعالى: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. ربنا عالم النفاق اللي في القلوب منهم، كذبوا. ثم هؤلاء لابد لهم من عقوبة. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون.
هؤلاء الذين لم يحسنوا في شيء، لم يتقنوا في شيء، لم يصدقوا في شيء، لن تقبل أعمالهم وإن صلوا وإن صاموا. النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه راحت عليهم نومة، فقاموا مستعجلين لصلاة الفجر يغسلون وتوضؤون سريعا، فنظر النبي إلى أعقابهم التي لم تغسل من كثرة التعجل وقال: ويل للأعقاب من النار. استعجلش في أنك تتوضأ، لا، اتقن، أسبغ الوضوء كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة، اللي داخل ينقل الصلاة علشان يعد، أنا حضرت الصلاة، هي الحكاية مش حضرت الصلاة، ده ربنا قال في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاللي غابت عنه، اللي غاب عنه الخشوع ما أتقنش، لم يحسن. اللي صلى ما عرفش صلى إيه، ولا أرى إيه، ولا قال إيه، ما أحسنش، وبالتالي هيطلع فارغ من الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، طبعا الرجل والمرأة، إن الرجل لا يصلي الصلاة وليس له إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثمنها، إلا عشرها، على حسب حضوره، وحضر كم في المية. لذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. الإتقان، لما يعمل عمل بدون إتقان يحرم الأجر. وعجيب، سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقول يعني إن الرجل لا يقضي 40 سنة في الصلاة لا يقبل منه صلاة، لا تقبل منه صلاة، 40 سنة يصلي لا تقبل منه صلاة. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولا يتم الأركان، ولا يصلي الصلاة مطمئنا، ولا يقيم الأعضاء في مكانها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد ما انتهى الصلاة قال تعالى: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. راح صلى نفس الطريقة مرة تانية، جه قال: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. مرة تالتة: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. بعد كده قال: لا أحسن سوى هذا رسول الله. قال: فإذا ركعت فاطمئن راكعا، فإذا وقفت فاستقر واقفا، فإذا سجدت فاطمئن ساجدا. الصلاة باطمئنان، الصلاة بإتقان، الصلاة بخشوع، الصلاة بحضور. لكن الصلاة اللي حضور وانصراف، هذه ماذا يأخذ منها؟ وكذلك الحج، ربنا ما قالش وحجوا، قال: وأتموا الحج والعمرة لله. إتقان، تتقن كل عمل، تتقن كل شعيرة، تتقن كل فريضة، تتقن كل سنة، تعيش حياة الاستجابة لله ولرسول صلى الله عليه وسلم، مش مجرد أداء. وأتموا الحج والعمرة لله. ثم حتى قراءة القرآن، الصوم قبل القرآن، الصوم مش عبارة عن امتناع عن طعام وشراب، ده النبي علمنا صلى الله عليه وسلم: رب صائمين ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. العبارة مش أنك تمتنع، اتقن الصيام، واتقن الصلاة، واتقن الحج، وقراءة القرآن. القرآن لا يعطي هديه ولا نوره ولا بركته إلا لمن أحسن في التعامل معه وأتقن في التعامل معه. ومن أول الإتقان الترتيل، قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يبقى ما ينفعش إني أرى المصحف زي ما بنقرأ كده الجرائد والكتب والمجلات رايحين جايين فيه. لازم نجود القرآن، نجوده، نحسنه، التجويد لغة التحسين، نعرف أحكام التجويد، علشان ربنا قال لنا ورتل ورتل. والنبي علمنا صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن، وتعلمه الصحابة منه صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل علم النبي كيف يقرأ القرآن. ولذلك في الأثر: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ومن هنا اللي يقرأ القرآن ومش فاهم المعاني، ومش عارف ربنا عايز منه إيه، ولا طلب منه إيه، ولا إيه قوانين القرآن، ماذا استجاب، ماذا فهم، ماذا حفظ؟ قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قراءة وخلاص. ولذلك مش هتستعجب لما تجد ناس حافظة القرآن بالقراءات والتلاوات، وتجي في السلوك تلقى أبعد الناس عن القرآن. حافظ القرآن وفي الطغيان طاغي، وفي الظلم ظالم، وفي المعاملات فاشل، لأنه لم يستجب للقرآن. وبالتالي الإتقان. ولذلك حتى الصوت، صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم، وأمرنا ووصانا أن نحسن الصوت بالقراءة صلى الله عليه وسلم، وأن نجود القرآن، وأن نسمعه بصوت جيد وحلو، ونتعايش معاه، ونتفكر فيه. الإجادة في القرآن، ورتل القرآن. ثم قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر. إذن العبادات، كل العبادات
لن تستقر في القلب ولن تنفع عند المولى ولن تقبل عند الله تعالى إلا بالإتقان بمعنى الإحسان. إن الله مع المحسنين، إن الله يحب المحسنين. أيها الإخوة الكرام، نحتاج لتفعيل قانون الإحسان إلى بعض المعينات، ومن أبرز تلك المعينات أن نجتهد في الإحسان ونعرف فهم العبادات. العبادات لها روح، لها مقاصد، لها مستهدفات، مش أعمال كده وخلاص، مش صلاة وصيام وزكاة وحاجة. نتقن ونعرف إن الله تعالى مع المتقنين مع المحسنين، ونجيد أعمالنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، المعلم والمهندس والطبيب والفلاح والجزار والسائق، وكل واحد في شغلته يتقنها ويتعبد لله بهذا الإتقان، ويعرف إن ده من أعظم العبادات. من المعينات أن نحسن في كل شيء، أن ندعو الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين، أن نقرأ قصص الأنبياء وقصص المجاهدين وقصص الدعاة، ونرى كيف كان الإحسان وكيف كان الإتقان وكيف أكرمهم الله تعالى في الدارين. ثم أن نتدبر معنى المعية، إن الله مع المحسنين، ومعنى النصر فيها، ومعنى التأييد من الله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله أن يرزقنا الإحسان في كل شيء، ونجتهد أن نعلم أولادنا الإحسان، وأن نعيش كما أراد الإسلام محسنين في كل أمورنا، محسنين للفقراء وللمساكين ولأنفسنا وفي عباداتنا وفي معاملاتنا. هكذا المسلم. المسلم ليس صفرا، المسلم ليس هملا، المسلم ليس شيئا ضعيفا، المسلم ليس شيئا حقيرا. المسلم محسن، المسلم متقن، المسلم مبدع، المسلم نافع في كل مكان هو فيه. أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأن يرزقنا الإحسان في كل شيء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعمال المتقنة والنوايا الصادقة هي فقط تلك التي تليق بشرف الوضع في الميزان، وما دون ذلك فالهبائية مصيره وعدم القبول مآله. الأمة التي تغيب عن ميدان الإتقان لا تصلح لعبادة ولا تستحق ريادة وليست مؤهلة للتمكين. من لم يحسن العبادة لن ينجح في العمارة، ومن لم ينجح في العمارة فقد فشل في الاستخلاف وصار من حزب الشيطان. الإتقان فريضة غائبة، بفقده حرمت الأمة تأييد الرحمن، وتسلط عليها شياطين الإنس والجان. الإتقان أخو الإخلاص، فإن اجتمع في امرئ رزقه الله تعالى ضمان المثوبة وخلود الذكر. لا يقبل من الأمة أن تبذل جهودها في تسوية الصلاة في المسجد ثم تخفق في تسويتها لمواجهة الباطل وإقامة الحق. إذا كان الله تعالى يحب العبد الذي يتقن عمله، فإنه سبحانه يبغض الأمة التي تهدر الإمكانات وتبدد الطاقات وتسيء العمل. أعجب ممن يتقن حفظ مخطط الأعداء وعظيم مكرهم، ولا يتقن صناعة خطط المسلمين للنهضة ولرد كيد الأعداء.